السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو النهاردة سهل وبسيط كعادتنا معاكم دايما في الفيديوهات بتاعتنا. نعمل لايك ونبتدي على بركة الله. النهاردة معانا متر من الستان، متر بس من الستان، هنعمل احلى قميص نوم وبداية لسلسلة اللانجري اللي احنا بدأناها الاسبوع اللي فات او السابق ان شاء الله. امور بسيطه جدا وسهله جدا لكن غاليه جدا جدا، نقدر نوفر ثمنها بالكامل. شايفين المتر الستان اهو بتطبيقته، هتلاقوا البرسل اهو في نفس الاتجاه هنا، البرسلين على بعض تمام اهو تمام. طيب اللون ده جميل جدا، بطبق تاني. يستحسن بقى لو اشتغلنا على الظهر عشان ما نبهدلش القماش بتاعنا. طبق تاني كده وابعد عن البرسل، لان البرسل ده هشيله لانه بيعمل زرزرة كده في القماش تمام. طيب قميص النوم اهو، خطوط بسيطة سهلة اتعلمناها ولكن بنعيدها كل مرة علشان الناس اللي بتدخل معانا لأول مرة. بنرحب بالجميع ان شاء الله. طيب اول حاجة باخد نص عرض الظهر، دي متعودين نعملها نص عرض الظهر، فهنقول ان نص عرض الظهر 38، فانا باخد نصها اهو. زوم يا حبيبه لو سمحتي. ده كده نص عرض الظهر تمام، وباخد طول الحزام لغايه منطقه البطن او منطقه الثره على حسب اكبر منطقه عندي اهو، وبقسمها بالنص. مش بطرون ولكن خطوط رئيسية ضروري ان احنا نتعلمها علشان نعمل حاجتنا بنفسنا. طيب لو انا وزني كبير شوية فانا باخد بدل المتر هاخد مترين تمام، وزني معقول خلاص المتر كفاية قوي. طيب وطول الكلي، الطول الكلي اللي هو بتاع القميص، الطول الكلي اللي هو بتاع القميص زي ما انت عايزه تحددي طول القميص. طبعا قمصان النوم بتكون مقسمه، فلازم اعمل حسابي على ده واخد بالي لو القماش لكرة ده هيساعدني، لو مش لكرة فبحاول اخد بالي من الموضوع ده كويس قوي. طيب باخد ربع دوران السطر اهو 25 وبنزل زي ما اكون بعمل بلوزه بالظبط، زي ما اكون بعمل جيبه بالظبط، زي ما اتعودنا تمام. طيب وباخد كده اهو، وباخد على اوسع نقطه عندي كده خلاص كاني بعمل بلوزه او جيبه بالظبط تمام. طيب النقطه دي عندي هي المهمه، هي المهمه خاصه الموديل بتاعي بفتحه على الصدر، هتلاقوا الموديل مرسوم على الفيديو على طول تمام. طيب انا عندي الموديل عبارة عن فتحة طويلة في الصدر تقريبا نازلة لغاية عمق الصدر هنا بالشكل ده تمام. طيب كده خلاص انا رسمت القميص، بنزل من فوق 14 سنتي اهي نقطة ال 14 سنتي، وباخدها لغاية خط الصدر بالشكل ده في شكل مثلث، في شكل مثلث بالصورة دي اهو تمام. طيب ده ايه؟ ده طول الحمالة، يعني مهم قوي احفظ الطول ده. طول الحمالة عندي كده هنا 14 سنتي والجهة المقابلة ليها 14 سنتي، يعني انا محتاجة حمالتين كل حمالة 28 سنتي تمام. كده خلاص بقص القميص بتاعي واعمل حساب الواحد سنتي بتوع الخياطة. طيب كده خلاص ما تنسوش الدوران بتاع اسفل عشان ما يبقاش مجنح اهو، ده كده الشكل بتاعي بتاع القميص. طبعا بتقسمي على حسب وزنك تمام. طيب شريط جوبير اهو، بتاخدي بس على قد القصه بتاعه الستر، تركيبه سهل
وموجود في كل المحلات تقريبا. المتر منه ب14 جنيه، ممكن تجيبي نص متر بس على قد صدر بس. تعالوا نخيط. طيب انا خدت الجنبين خياطه، تمام. طيب القميص بتاعنا مثلث، ممكن في الظهر لو مش عايزه تعملي مثلث ممكن تعمليه مستقيم، يعني تعملي قصه المثلث من قدام بس، تمام. طيب انا عملت مثلث عشان هخلي الحمالات برضو عكس بعضها في الظهر. انا بس خدت الجناب هنا خيطتها وخلاص، تمام. طيب اهو تمام. طيب هنا باخد شريط البيه، حاولي تقربي لون البيه على قد ما تقدري، حاولي تقربي لون البيه على قد ما تقدري، تمام. بس انا هركب القصة بتاعتي الاول او الجبير بتاعي الاول اهو، واتأكد من وشه وظهره، تمام اهو. ممكن تخيطيه بالشكل ده بحيث انه يدي الشكل، وقبل ما تخيطي ممكن تتني، تمام. لو عندك مقص مشرشر بتشرشريه، لو عندك اوفر بتعمليه، او ممكن تأتي يعني تتنيه تنيتين صغيرين وبرضو هيبقى شكله كويس. مش عندي اوفر ولا مقص مشرشر، بستخدم البيه اشطبه وبعدين اركب الجوبير. تركيبه البيه تركيبه سهل زي ما انتوا شايفين كده، انا ماشيه على الخط المكوي بتاعي اهو، وبمشي على المثلث. ومش هيرفع تكلفة القميص ولا حاجة لو انت بتعملي مشروع البيه متر بجنيه. بقلبه الظهر كده اهو، كده تركيب الجبير اصبح سهل اهو، ومش بينسل ولا حاجة لانك عملت بيه. تمشي على القصة اللي انت عملتيها. بخيط بشكل 7 كده عشان خاطر القصة تكون مدية التسبيعة دي معايا اهو. شايفين طلعت كده ازاي لما تنيت كده، ورحت واخداها على هيئه قمع كده او 7 علشان تديني السبعه دي بتاعتي. مش فاضل معانا غير خطوه واحده بس، هي الحمالات، ويكون الموضوع خلص. والحمالات من اسهل ما يكون، عرفنا ان احنا محتاجين طول الحماله الناحيه دي 14 والناحيه الثانيه 14، يعني كل حماله 28. بس كمان هضيف عليها الدوران ده، هضيف عليها الدوران ده، تمام. طيب هقيس الدوران ده وهضيفه على الحمالة اهو بالشكل ده كده 17 كده 27، تمام. لازم ازود ده على الدوران. بقفل البيه بتاعي اهو بالشكل ده، والجزء المقفول ده هو اللي انا هبتدي بيه من تحت الابط. حط دبوس كده وابتدي اخيط بالشكل ده. طبعا هنشيل الزيادة بتاعت الجبير بس بعد ما نخيط. زمان ما كانتش الحاجات دي يعني حد بيشتريها جاهزه، كانت العروسه بتجهز كل حاجتها من عند الخياطه، بتروح واخده كل الجهاز وقاعده للخياطه تعمله لها اهو. دلوقتي كله جاهز وحريقه في الاسعار اهو. قميص زي ده تكلفته كده بالظبط كده حوالي ما كملش 50 جنيه، ممكن تروحي تشتريه بره ب300 جنيه، يعني متر الستان ب40 جنيه، متر بيه بجنيه، قولي مترين ب2 جنيه مش مشكلة، جوبير 8 جنيه، مفيش مكلفش حتى نص سعر غالي، يعني جاهز بره. مش فاضل غير اكني
الطرف بتاع القميص وخلاص. محتاجة يكون معاكي المقص المشرشر ده عشان تعملي الأطراف، في فيديو عنه في القناة. ده بديل السرفلة، يعني بنتني تانية واحدة بعدها، بيمنع التنسيل اهو. لو مش هتقدري تعملي اوفر لكل حاجة بتعمليها. خلاص بنتني تانية واحدة. ايه رأيكم بقى في البساطة والجمال؟ ما خدش غير 10 دقايق بس، تكلفته يعني انا مش عايزة اقول لكم انه ولا حاجة في الجاهز، ولا حاجة في الجاهز بالظبط. بتعملي حاجة مقاسك وحاجة بسيطة كده وشكلها حلو والوانها حلوة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم شيروه كتير قوي، شيروه قوي قوي كتير كل الناس تشوفه عشان ما نشتريش اي حاجة من بره تاني. وبشكركم جدا جدا، وما تنسوش تعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.